اهلا بكم متابعي انفستيفي، رجعنا لكم في حلقه جديده والحلقه ديال اليوم استثنائيه. معنا ضيف من رواد الاوائل ديال في العيطه، معنا السي عبد الرحمن الغرباوي، ومعروف بسي عبد الرحمن الغرباوي كي الاسم ديالو الحقيقي هو عبد الرحمن او عبد الرحيم البريهما. فما غاديش نقدمه بطريقه تقليديه ونخليه هو يقدم نفسه. فكنظن انا ما كاينش احسن من هكا باش نبداو الحلقه ديالنا اليوم. ياك سي عبد الرحيم، سي عبد الرحيم، انت من الاوائل اللي دخلوا الفن ديال العيطه من مدينه كذا، وخصوصا العيطه الغرباويه. فعلاش ما بقيناش كنشوفك في الساحه الفنيه؟ اولا نشكر قناه انفاس بريس، اشكر كذلك الناس المشرفين على هذه القناه. كنت انا في البلاد، بلاد منطقة الغرب سيدي قاسم، تما بديت المسيرة ديالي الفنية. شوية انتقلت للدار البيضاء، جيت للدار البيضاء، جيت ليها بواحد النمط جديد. دخلت للدار البيضاء في السبعينات، دخلتي العيطة الغرباوية معاك. الغرباوية هنايا وأول واحد كيدير هذا الميزان الخفيف دابا اللي كاين دابا، كلشي غادي على هذا الميزان. انا اول واحد كنديرو هنا في الدار البيضاء. قالت المسيره الفنيه غادا، بقيت خدام مزيان في ذاك الوقت اللي جيت بداك النمط، وليت خدام مزيان، وليت كيجوني عروض على برا. سافرت للسويد، تما كانت عندي واحد الهوايه اخرى هي الرياضه، كندير لايكيدو. لايكيدو غادي ياخذك من الفن، غادي ياخذ ليا من الفن في السويد. انا 10 سنين غنولي مدرب تما في السويد. حتى جات واحد شي وحدين راسيست، بغيتي تقول عنصريين. الوقت اللي شافوني في واحد القهوه بقاو كيعايروا في المغرب، عايروني انا ساكت مصبر شاد في الصبر. حنا كنعرفوا المغاربه ملي كيمشيو يعني كيخرجوا على الحدود ديال المغرب، تولي عندهم واحد الحساسيه كبيره من جهه الوطن ديالهم. كاين، فانت ما تقبلتيش هذيك الهضره؟ ما تقبلتهاش، ولكن بغيت صابر. الوقت اللي جا هذاك السيد بغى باش يضربني، ديك الساعه عاد خدمت انايا، ديك الساعه خدمت طيحته. لانك رياضي اصلا. ولكن هذا الشيء واش هو السبب انك رجعتي للمغرب؟ هو السبب ديالي. واش هما اللي رجعوك يعني؟ لا انا صافي قلت بلادي احسن ليا، وانا عزيزه عليا بلادي. يعني نهيتي بحال هكا، نهيتي المسيره ديالك الرياضيه ورجعتي للفن عاوتاني؟ رجعت للمغرب، رجعت للفن، ولكن لقيت واحد موجه جديده. موجه جديده صافي، يقولي بالله غنبدا من الزيرو، ملي رجعت غنبدا ثاني من الزيرو. حيت 10 سنين ما ساهلاش. 10 سنين ما ساهلاش.
الناس اللي كتعرفني نساتني بعادي تنسيت. ولكن حنا كنعرفوا بانك صدرت شي بزاف ديال لي كاسيت في داك الوقت، كانوا لي كاسيت راه تقريبا شي 130 130 ديسك ديسك اللي خاص بك من غير داكشي اللي كتعاود. ما كنغنيش انا ديال شي واحد، انا كنغني ديالي، كنكتب راسي وكنلحن راسي فعلى سيرت قلتي دابا واحد النقطه مهمه، انك ما كتغنيش للناس اخرين، كتعاود الاغاني ديال الناس اخرين. لا ما نعاودش. ولكن قلتي دابا ان الاغاني ديالك حتى لحد الان كيتغناو بهم ناس اخرين وبلا الاذن ديالك. بلاش كيغنوا الديسك ديالي بلا نخرج الديسك يسمعوه كيعاودوه. انت بداك الوقت ما كانش عندك مشكل؟ ما اش غدير، ما كانش هادشي ديال الحقوق ديال الفن، ما كانش داك الوقت كانش. ودابا في هذا الوقت الحالي يعني باقى عندك تقدر تطالب الحقوق ديالك، لان اللي كان هذيك الاعمال الغنائيه اللي تقدمتيها يعني انت عندك اثبات انها ديالك عندي اثبات. دابا ولا عندنا مكتب ديال حقوق المؤلف، الدور ديالو هو انه يحافظ على الحقوق ديال المبدعين. نعم. فكتشوف بان هاد المكتب هذا خاصو يتحرك لهاد النوعيه ديال الاعمال اللي كيتعاودوا يغنيوها بلا ما ياخذوا الاذن ديال الصاحب ديالها. كنظن دابا حاليا كنظن يعني انت كتشوف ان هذاك من حقك انك انت تغنى بهذاك الشيء، ولكن الواحد بدا ياخذوا الاذن ديالي. دابا ما كاينش اللي يعاود لك الديسك ديالك وما كيقولش مولاه. شحال من واحد عاود ديسك وواحد في الاذاعه كاع غنى عمر الحب ما غلبني وهذه المره حصلت فيه، وما كيقولوا ما قال ملي سولوه قالوا لي دي، قال لهم ديالي يعني نسبوا لي. قال لهم ديالي. وشنو الاحساس ديالك ديك الساعه؟ واش غدير؟ ما كنقول لي دعيتك الله. نرجع مع سي عبد الرحمن من بعد ما رجع من السويد. فقلتي بانك لقيتي راسك تنسيتي. شكون اللي عاود رجعك وحيا في هذاك الحب ديال الغناء؟ كاين واحد الاخ صديق عزيز سي مصطفى برطول، هو اللي خضع يد مساعده وعاونني ورجعني حيا فيا ديك الروح الفنيه. وما كان صافي انا كنت نسيتها بحال اللي مليت. وانتم دابا كتشتغلوا على شي عمل جديد؟ ضروري الفكره ديال سي مصطفى برطول، واحد الفكره وغنخلوها مفاجاه ان شاء الله للجمهور. المهم ان شاء الله يكون عندنا حنا صدق. ان شاء ضروري ان شاء الله. ملي رجعتي من السويد واش يعني مشيتي كنعرفوا حنايا النمط الشعبي كيتغناو فيه بزاف المقاهي المطاعم، واش خدمتي بحال هكا ومن بعد الرجوع ديالك؟ خدمت. يعني انت زولتي المهنه ديال الغناء من بعد ما رجعتي؟ ملي رجعت للميدان نيت، رجعت للميدان وبقيت خدام، خدمت في وطيلات، خدمت بدون ما نذكر اسماء، وبقيت غادي العراس. صافي جات كورونا هجرت رجعت للبلاد. ملي رجعت ثاني لقيت الاخ سي مصطفى هو خضع يد المساعده كيدفع بيا لقدام. كرائد من رواد فن العيطة اللي هو زعما دابا راك الشباب ديالنا دابا المغربي والفنانين الشباب دابا ولاو كيرجعوا يحيوا هذاك اللون. فبالنسبه لك كتشوف بان هذه بادرة مزيانه انه ممكن انا نزيدوا بالعيطة القدام، خاصه انها فن اللي كيمثل الهويه ديالنا المغربيه. ممكن نزيدوا بها القدام ان شاء الله. يعني شنو كيفاش تقييمك لهاد الاعمال اللي كاينه دابا؟ ما فهمش يعني هاد الاعمال اللي كاينه دابا واش كتشوف انها في المستوى اللي المطلوب؟ يعني واش هي في المستوى؟ يعني واش اعمال جيده؟ ما كنتمش هاد الاغنى اللي ولا دابا ما كيجيني ضعيف. هادو اللي كنشوفهم دابا كيغنيو داكشي كيجيني غناهم ضعيف، كيقنعنيش مقنعنيش انا بعد. يعني ما كيرقاش لهذاك المستوى اللي كانت فيه العيطه شحال هذه؟ لا الرواد الاولين ماشي هما، حنا من الجيل الاول. وعلى ديك الجيل الاول السي عبد الرحمن وصلتنا واحد الاخبار كتقول بانك انت
عاصرتي مجموعه من الفنانين اللي معروفين وعندهم وزن ديالهم دابا، ومن بينهم عبد الرحمن السادي، عبد العزيز السادي. اي نعم. ف واش سي عبد العزيز السادي شنو العلاقه اللي كانت كتربطك به؟ سي عبد العزيز السادي حيت الوقت اللي دخلت انا هنا للدار البيضاء ما كانش هذا النمط الخفيف، انا هو مولاه ما كانش. الوقت اللي تلاقيت مع عبد العزيز السادي صافي ولات واحد الصداقه انا وياه، مابقيناش كنتفارقوا بحال الخوت، كبرنا بجوج. ولكن ما عمرو هضر بيا ولا هضر عليا ولا جبدني ولا ما كاينش ثقافه الاعتراف. لا غدوز معايا واحد الزمان واحد الوقت. حنا سمعنا كاع الى انت اللي شديك تيشاد بايدو وانت اللي دخلتيه لهذا، حيت هذا الشيء الخفيف انا هو مولاه تعلموا عليا، كانش تلمد على يدك. الشيء الخفيف ما كانش هنا، ما كانش واصل هنا، كاين في المنطقه ديال الغرب فقط، ما وصلش هنايا. الوقت اللي لقاو هاد الشيء الخفيف وداك الشيء ستاتي تا هو كان كيجتهد باغي هاد النمط ديال الغرب باغيه، هو انا عادة نتعاون معاه كنوريه دوك الديسك ديال الغرب وهذا كنحفظهم ليه. تا سافرت، ملي سافرت السويد جلست واحد المده رجعت كنلقى ستاتي. ما عاودتيش شفتيها ولا تلاقيتي بيها من بعد؟ لا تلاقيت بيه هذه شي 6 شهور. وكيفاش كان اللقاء بيناتكم؟ لا باقيين حنا عادي. ولكن ما عرضتش عليك زعما بانه يساعدك او لا؟ لا هذيك ما تقوليهاش، هذيك شي ما عندوش هو. و الله يهديه. ففي الاخر ديال اللقاء ديالنا شنو الرساله اللي توجهها للشباب دابا اللي كيمارس هذا اللون الغنائي ديال العيضة؟ اش نقول لك؟ عندنا الفن، فن راه بحر، الفن ما محدودش، ومزيان بنادم يجتهد كانت عنده واحد الرغبه في واحد الحاجه كيجتهد فيها حتى تيوصل. شي اللي كاين. كنشكروك جيتي حتى لعندنا هنايا وطربتينا، الله يحفظك، رجعتينا بالزمن لواحد الوقيته زوينه. فللاسف هذا هو نهايه، وصلنا لنهايه لقائنا اليوم. تلقاكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد ان شاء الله، ومع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم. السلام. شكرا.